ما يشوفش الحساب نتاع سيدي ربي، هو يشوف ويحسب بحسابه هو، والحساب ماشي نتاع هو. اسمه عندك فن الملك اللي تحسب نتاعه انت بذاتك راك محسوب. الحساب نتاع مولانا هو اللي هو اللي راه عارف. فمن احب ان يزاد له في رزقه يعيش تبارك الله موسى عليه سيدي ربي سبحانه عز وجل ويبارك له في عمره فليصل رحمه. العلماء تكلموا هل الزياده هي زياده حقيقيه ام زياده معنويه، لكن ما يهمناش، خلي العلماء يتناطحوا بوحدهم. نحن نقول كما قال رسول الله، سواء كانت الزياده معنويه او زياده حقيقيه فالزياده واقعه، لان القائل هو من لا ينطق عن الهوى. صلوا عليه. صح، هانا تيقوره وتشوف اللعجب، تيقوره حسيدي وتشوف اللعجب. ربي يزيد لك في الرزق. واحد يقول لك اودي الله يجازيك بينا، بغيت لك واغد، بغيت نحري، هل البلاد ما قبضتنيش كاع اخلاص شري، علاش حساب له باللي الرزق نتاعو حتى يقطع البحر عاد بحال اللي سيدي ربي ما عرفش الادريس نتاعو. هو يقطع البحر ويضرب التليفون فرق خدام، قال لك انا نصيح الخنزير. الحمد لله قطعت البحر باش تمشي باش تسرح الخنزير. يا لطيف، يا هذا الرزق، الرزق المرمد، رزق مرمد. انا نعرفهم خلاو هنا اللر قداش، واللر نتاعهم وما فلحوهاش، ومشاو لصبنيول واحد صاحبي يرفدوه 30 متر في القروه ويزرع الزيتون في الجبال. قلت له اللر عندك غير الوطا وما قداش تزرعها، مشي تزرع بلاد الاخرين. يا عدي يا ودي، يمشي ما يخدمش هنايا ويخدم تحت لاسير 50 درجة مئوية نتاع الحرارة، ما يخرج من تما حتى الريه نتاع الطيب، وهنا ما يخدمش بخاطره، يستناو غير يخدموا عند الكاخر. حتى واحد ما يخدم، لان يقينهم في الله قليل. ربي كيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، والرزق مربوط في ديننا بتقوى الله وطاعته. وقد سمعت لبعض الآيات يقرأها شيخنا في السيارة ونحن في طريقنا إلى هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله طاعته، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ويقول الحبيب صلوا على الحبيب، إن العبد لا يحرم بالرزق للذنب يذنبه. الرزق كيكون جاي ويعرضه بالمعصية بالعقوق ولا بقطيعة الرحم ويحرق ذاك الرزق يمشي له. هو الرزق جاي وهو معرض له باش بالمعصية، فإذا بالمعصية تمحق الرزق يمحق الله الربا. المعصية تمحق الرزق، عندنا في الدين تاعنا احنا هكذا. ولذلك قال الحبيب من الطاعات التي يبارك الله لفاعلها في رزقه وأزيد له في عمره هو صلة الرحم. بل سمعوا لحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أغرب من ذلك، ماشي غير المؤمن حتى الكافر، قال إن الله تعالى يثمر الأموال ويعمر الديار ويبارك في الأرزاق لأقوام مذ خلقهم ربهم لم ينظر إليهم. يا الله، شي ناس يعظم لهم الماء ويبارك لهم في الزيتون وفي الشين ويبارك لهم في الثمار، وعمرو سيدي ربي ما شاف فيهم فجار. قلت له كيفاش يا ربي، يا رسول الله كيفاش هذا ربي عطاهم كاع حال الخير وهم يظلوا يسبوا فيه، كيفاش زعما علاه؟ قال بصلتهم لارحامهم. حتى الكافر الى الناس مزيان مع العائلات نتاعهم، واخا ما كاش مؤمن، سيدي ربي بهذاك العباده والتراحم يرحمهم الله. اذا تراحمت العائلات كان حقا على ارحم الراحمين لما وصلوا الرحم ان يرحمهم، وتصلهم رحمه ربهم، ومن رحمته لهم في الدنيا سعه الرزق وتثمير الاموال. ما يجمعهمش، احنا نقولوا ما يجمعهمش، تفهموني هذه الهضره نتاع بني زناشر، ما يجمعهمش. هذه على الرزق يا اخويا، هذه المعيشه ومن تموت هذا اللي يصل الرحم تعرفوا. ثالثا سمع ثالثا، الله ان العبد اذا خرج من الدنيا اخوف ما يخاف والذي يفتت كبده وتموه هو ان يخرج من الدنيا على غير الايمان. خاف ما يخرجش على لا اله الا الله.
انا عمرو ما سمعت شي عالم يسقسيه يقول له قل ان الاعمال التي اذا عملها العبد ضمن الله له حسن الخاتمه فان اولياء الله والعلماء والعارفين اخوف ما يخافون هو سوء العاقبه. ايش هو العمل؟ قال رسول الله صلى على الحبيب ان صله الرحم تقي صاحبها مصارع السوء، تقيهم مصارع السوء. المصارع بتاع السوء، ما يموتش واحد الموتى مكفسه، ما يموتش على الشراب، ما يموتش في السعيديه في الصيف مع الريم على النساء، ما يموتش في السينما، ما يموتش هكذا في الفيديو هو يتفرج والعياذ بالله في هذا الذي يبث عبرا الاعلام لافساد شبابنا، يغلق على نفسه الباب وياتي بهذه السديهات ويتفرج على ما حرم الله ان يرى. ما يموتش الموتى، يراقب ربه. لا اله الا الله محمد رسول الله. اما الرابع فهو ديني، فلقد قال الحبيب يرغبنا في فضل هذه العبادة العظيمة، قال صلى الله صلوا عليه. اسمع اسمع اسمع، جاء رجل الى حبيبنا صلوا عليه، هذا الليلة انت حبيبنا رسول الله صلوا عليه، صلوا على حبيبي، على حبيبي رسول الله، على حبيبنا رسول الله. يا الله، جاء رجل إلى حبيبي وقرة عيني فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما، دار مصيبة، ما تقتله ولا ما تسمو ده. يا رسول الله، هل من عمل أعمله فيكفر الله لي هذه الكبيرة؟ تعرف الصلوات، واسمه تمسح الصلوات، واسمه تمحي، واسمه تمحي، الصلوات الخمس زيد، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان يا رمضان، تكفر ما بينهما من الخطايا زيد، إن اجتنب الكبائر، إن واسمه تكفر الصلوات، غير الذنوب الصغيرة، الصيام والصلاة والحج، لا تقول بعد الصلاة والصيام والجمعة، كيكفروا غير الذنوب الصغيرة، أما الكبيرة بحال الغيبة الهضرة في الناس، والنميمة، والخمر، والنظر الى العورات، هذه كبيره، هذه ما تكفرهاش الصلاه، هذه لان تغلغلت في القلب، هذه حاجه غلغلت في القلب، الصلاه واخا تصلي ما تحرجش هذاك المصيبه، هذيك الكحوليه اللي درتها في القلب، لان كبيره كبيره كبيره. ها وباش غادي يغفر لك ربي الكبيره، واش خصك دير؟ توب، تتوب بشروط التوبه اللي غادي. قال له يا رسول الله انا بغيت شي عمل اللي بلا توبه الا درته يهدم لي الكبائر. قال الحبيب صلوا عليه، هل لك ام؟ عندك امين ولا ما عندكش؟ ايه يا بر الوالدين يا والدي، ايه يا اولياء الله اللي كي يكرموا الوالدين يا ولدي. قال لي واحد في وجده عنده شي 70 عام، انا با خرجت الامين تاعي مريضه وبقيت غير انا وياه مسكين كاع الكار في الحاله نتاعو ما في المحاله، وديته للحمام وغسلت له وحشم وقلت له زعما انت ولدي انا كما فعلت لي وانا صبي فلا ينبغي ان تست انا ولدك. فجاء بخرقه فستر عورته ثم طهره، فبكى الاب وقال له ولدي روح روح روح، الا صابتك شي حاجه في الدنيا، الا صابتك شي حاجه في الدنيا أروح حرق لي القبر ديالي. الناس اللي يتهلاو في الوالدين، قال له أنا كأم؟ قال لا يا رسول الله. قال له أنا كخالة؟ عندك خالتك؟ أخت أمك؟ قال له نعم. قال فبرها وصلها، فالذي يصل رحمه يهدم الكبائر. صلة الرحم تهدم الكبائر. أو يا عمرو ما سمعت شي عالم في التلفزيون يسقسي ويقولوا له هل هناك من عبادات تهدم الكبائر بدون أن تحتاج إلى توبة؟ ما سمعتش ما سمعتش. فصلة الرحم وبر الوالدين، وقال أحد العلماء في تفسير الخمسين حديث، الكتاب اللي كيسموه
جامع العلوم والحكم، قال: تتبعت هذه العبادات التي يهدم الله بها الكبائر فوجدتها بر الوالدين وصلة الرحم وحمل نعوش الموتى على الرقاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلة الرحم تهدم الكبائر. ها؟ والخامسة دائما في ترغيبي في هذه الصفة، في هذه العبادة، إن الحبيب رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه يخبرنا أن صلة الرحم تبيح لفاعلها ليس الدخول إلى الجنة، وإنما أن ينزل في أعالي منازل